دبي أعزائي المشاهدين المدينة المتفردة بتنوعها وأجمل ما فيها أنها تمكن زوارها من خوض تجارب مختلفة وقضاء تفاصيل استثنائية لا تنساها الذاكرة. صحيح عبد الله، ومن بين هذه التجارب المميزة هي تلك التي تقدمها حديقة النحل في حتى لروادها الذين يقضون ساعات من المتعة والمعرفة وهم يتنقلون بين صناديق النحل والعسل. الزميلة سالي سعيد كانت على الموعد، نتابع. موجودة اليوم، أنا موجودة عند زينة ونحول في حديقة النحل في حتى. يا ترى هل صدق كانوا في حتى؟ لا. صدقوني كانوا في حتى، وكان في هذيك الملكة الأم وساعدة الملكة واللي تهفي للملكة في الكرتون، أعتقد موجودين هني. لا. أنتم مصرين تخربون أحلام طفولتي، يلا نبدأ. قبل ما ندخل المنحلة كان لازم نستعد ونلبس البدلة الواقية اللي تتألف من معطف وخوذة بشبك شفاف وقفازات طويلة وسميكة، وبكذي صرنا جاهزين. Let's go. لحظة، إذا كنتوا تخافون من قرصة النحل، كل اللي عليكم تسوونه هو to move like a flower، تحركوا كما لو أنكم زهور، أموركم طيبة وفي السليم. 100,000 نحلة موجودة في حديقة النحل في حتى، كل خلية فيها ما يقارب 10 ألواح. يصل مجموع النحل في الخلية الوحدة إلى 60,000 نحلة، وكل خلية تتألف من الذكور والإناث، وطبعاً النحلة الملكة اللي تتميز بنقطة حمراء على رأسها. يتم استخراج العسل مرة واحدة في السنة بواقع 5 كيلوغرامات عسل من كل خلية. عمركم شفتوا نحل يشتغل سيكوريتي؟ هي نعم، لكل نحلة في هذه الخلية وظيفة محددة، وفي نحل وظيفته أنه يحرس بوابات الخلية. يعني ببساطة ما تقدر أي حشرة أنها تدخل هذه الخلية، وما تقدر أي نحلة ثانية من أي خلية ثانية أنها تدش هذه الخلية، وبذلك يكون النحل مثل المجتمع كامل متكامل. ينتج نحل حتى 5 أنواع من العسل: السدر، السمر، الغاف، الزهور البرية والمانغروف، ولكل منها قوام وطعم وفوائد غذائية مختلفة. ويعتبر عسل السدر والسمر هم الأكثر مبيعاً، وبتلاحظون أن عسل الغاف والمانغروف يتميزون بلونهم الأبيض، بينما يتميز عسل السدر والسمر بلونهم العسلي الأخاذ. والأحلى من كل هذا أنهم إنتاج إماراتي 100%. من بين جبال حتى وطبيعتها الأخاذة كانت لنا اليوم تجربة استثنائية في حديقة النحل في حتى. أنصحكم أنكم تجربونها وتزورونها ويا عوائلكم، لأنها تجربة لا تكرر وبجهود إماراتية 100%.